اهلا بكل حضراتكم مره تانية. ضيفتنا في هذه الفقره بدات اللعبه في مدارس النادي الاهلي في عمر 4 سنوات فقط، وتم اختيارها لفريق النادي الاهلي في عمر 6 سنوات، وفازت مع فريق النادي الاهلي بالمركز الاول لمده 8 سنوات، وكمان فازت مع منتخب مصر بالبطوله العربيه في 2011 والمركز الثاني في بطوله العالم لعام 2017. هي يارا ياسر، مدربة جمباز وحكم بالنادي الأهلي. صباح الفل عليكي ومنورانا. صباح النور. صباح الخير يا يارا عليكي. وهبدأ معلش من آخر حاجة كريم قالها، مدربة ويعني وسنك صغير جدا. طيب معلش ممكن أسألك، أنت أصلا ما عدتيش 20 تقريبا صح؟ 20 سنة. 20 بالظبط. طيب إزاي واصلة للمكانة دي؟ وطبعا دي حاجة جميلة جدا، يعني لسه صغيرة ومدربة، فعايزين نعرف. بصي، هو الأحسن بيكون في التدريب وكده إن السن الصغير بيبقى مفيد كمان للبنات الصغيرة، عشان اللي هو لسه أنا مبطلة جديد، فأنا عارفة أنفذ لهم الحركة مثلا اللي هم عايزين، عايزة أعلمها لهم. وليه بطلتي أصلا؟ هو ده السؤال. إيه، هو كان يعني ما عدا ثانوية عامة كان عندي إصابة في كتفي كده. أوكي. سنتين مثلا. تمام. كمل. أصل بيخلينا نسأل السؤال ده ليه؟ لأن في ساعات في رياضات معينة أولياء الأمور بيفضلوا إن بناتهم تحديداً يتوقفوا عن ممارستها بعد ما يوصلوا لمرحلة سنية معينة، فتخيلنا إن الكلام ده ينطبق عليك يعني. لا، هو بس يعني الإصابة. عشان الإصابة وثانوية عامة طبعاً كانت مقعداني في البيت فترة كبيرة جداً، فهو لما جيت أرجع تاني بقى كان الموضوع صعب عشان بسبب الإصابة. أي رياضة ما بتكلمي على حكم في رياضة ما، عادة بنكون مستنيين إن احنا نشوف حد كبير شوية في السن نسبية، لكن لسه مخلصة ثانوية عامة وبتدربي وبتحكمي، فدي غير مسبوقة. وده كمان أصلا كان مشكلة بالنسبة للناس، اللي هو أنت لسه صغيرة قوي، أنت إزاي سن صغير كده هيمرن وإزاي هيحكم؟ بس هو الأحسن فعلا إن هو بعد ما خلاص أنا مبطلة وأوريدي عارفة كل حاجة عن تفاصيل اللعبة وكده، فالأحسن إن أنا أبقى فاهمة كمان بنات عايزين يعملوا إيه، وأعرف أنفذ لك الحركة دي، وخصوصا تمام في التحكيم فاهمة كل حاجة، هو يعني ده غلط وده الصح وده قانوني وده مش قانوني، فالموضوع إن هو أحسن. بس كان بيبقى مشكلة بالنسبة لناس كتير طبعا، إن هو أنت صغيرة قوي، أنت يعني أنت اللي هتقعدي تحكي منا، وعمل مشاكل كبيرة أصلا. طيب احكي لنا كده برضو عن النقلة، يعني أنت كنتي بطلة في الجمباز وبعدين روحتي الليفل تاني بعد الإصابة وقعدتي فترة في البيت، رجعتي مرة تانية لمستوى عالي، خلينا نقول برضو انك تبقي زي ما ذكرنا يعني حكم أو مدربة. انت نفسيا، أنا عايز أعرف النقلة اللي حصلت دي ازاي أثرت نفسيا عليكي؟ بس هو اصلا لعبه الجمباز بالنسبه لي يعني انا كنت مدمناها، يعني لو انا ما بعرفش اقعد، يعني قعدنا اجازه اسبوع ده لوحده ده مصيبه يعني. بالظبط، بطولات وانت صغيره كمان، فكان بالنسبه لي اهم حاجه بعد ما انا ابطل لا يلا بقى نخش في نفس المجال بس حاجه تانية، انه خلاص انا كتفي باظ خالص فمش هينفع اتعامل معاه كلاعبه، فيعني تدريب بقى وتحكيم، فانا لسه في نفس الملعب عادي وبعمل تقريبا نفس الحاجه، يعني انا ساعات كنت بدخل اتمرن مع البنات بتوعي عادي. طب انت في البطولات الكتيره اللي انت شاركتي فيها، واللي قلنا حتى في المقدمه ان كان من ضمنها البطوله العربيه اللي حققتي فيها مركز، او اللي حققنا فيها يعني كمنتخب مركز متقدم، وبطوله العالم، فايه ايه الذكرى اللي ما تتنسيش يعني من كل البطولات اللي انت شاركتي فيها، سواء كلاعبه او كمحكمه او كمدربه بالمناسبه؟ هو انا محكمه لسه ما طلعتش بره، هو ده ان شاء الله الهدف اللي انا عايزه اعمله. أوكي. بس كلاعبه اللي هو بتتعامل مع ناس تانية من بره وبتشوف الناس بره بتتمرن ازاي وادائهم في البطوله ولقيتي ايه بالمناسبه؟ ولقيتي ان احنا فين بالمقارنه بالناس دي؟ هو طبعا هم متقدمين عننا شويه، وخصوصا في الفتنس واللياقه بتاعتهم بيكون عندهم كمان الاراده احسن مننا شويه، عشان كده هم متقدمين عننا بخطوه. بس في بعض الصور يا يارا لو تقولي لنا كده فين كانت دي؟ كانت في سلوفينيا، اخذنا مركز إيه؟ اول. كانت بطوله كاس عالم. ده صغيرين قوي ده؟ لا إيه؟ لا ده كده واحنا صغيرين كان ده. انت 9؟ انا انت انهي واحده؟ بالراحه شويه الصور بليز يا جماعه. تمام. وهنا فين؟ دي برضو نفس البطولة سلوفينيا. كان اللي هو اليوم اللي قبل البطولة على طول البوديوم ساعتها. ده كان الكورس الـ FIG بتاع التدريب ليفل 2. دي كانت الخبيرة. حلوة دي، قصر البارون عادي جدا. دي كانت في بطولة الجمهورية تحكيم. تحكيم أو
هل في العالم برضو يعني مدربات وحكم صغيرين؟ اه زي ايه بقى الدول برضو التانية؟ هو اكيد امريكا، بس انا مش عارفه قوي، بس هما برضو بيشوفوا ان هو الاحسن السن الصغير لنفس الاسباب يعني. بس كويس ان انت كملتي في الكارير برضو، يعني مع اختلاف المسمى. يعني انت كنت يعني دايما اي رياضي في الدنيا بتكون لحظه الاعتزال بالنسبه له لحظه مش لطيفه، بدري يعني. وبدري قوي كمان في حاله يارا. فانت عدت عليك اللحظه دي ازاي؟ وهل كنت مقرره وقتها اول ما عرفتي ان انت نوع الاصابه اللي في الكتف هتمنعك من ممارسه اللعب، هل قررتي في ساعتها ان انت مش هتسيبي المجال وهتكملي فيه بس بشكل تاني وبمسمى تاني؟ لا، هو انا ساعه لما عرفت الاصابه اللي في كتفي اصلا رحت، يعني كان في دكتور قال لي انت مش هينفع تلعبي تاني جمباز، ومش هينفع كتفك ده تتعاملي معاه، شوفي اي رياضه تانية بعيد عن كتفك. ده كان قبل ما بطل بسنتين، يعني فضلت سنتين بقى عادي، ما التزمتيش بقى عادي جدا كأنك ما قلتليش اي حاجه. بس بقى لما بقى قعدت في ثانويه عامه كانت القعده بس طويله شويه، فده اللي بوظ. طب ما فيش عفوا يعني ان انا قطعتك، بس ما فيش علاج طبيعي او غيره؟ لا، علاج طبيعي ده طبعا انا كنت بايته في النادي بعمل علاج طبيعي، بس هو انا عندي مشكله في كتفي اسمها مرونه زياده، فهو مع الحركات بيطلع وبيخرج لوحده. فده طبعًا بيبقى مضر الشقلبظات اللي انت بتقلبيها له وانت عندك 4 سنين طبيعي. فده هو بيضر الكتف، الغضروف بقى بتاع الكتف هو بيضره. فساعتها بقى وقال لي ما ينفعش وبتاع، بس يعني كنت مقضيه حياتي علاج طبيعي والتمرين لغايه بقى ما عايز اسالك على مين اصحاب الفضل عليكي في مسيرتك وفي مشوارك، فرصه وانت معانا على الهوا تشكريهم. يعني هو كمدربين هم كتير قوي بصراحه، يعني مس لاميا علي، دكتور لاميا علي، وكابتن كريم، وكابتن جمال عباس. من تاني اسمها نجيب. والده ظروفهم ايه اللي كان بياخدوك التمارين من عند بابا وماما؟ طبعا الناس دي تعبت معاكي كتير يا يارا، تعبت معاكي الناس دي ما يصحش كده. طيب يارا، على المستوى بقى العملي والشخصي، انت الفتره اللي جايه رسمه ايه لنفسك؟ غير يعني ان انت زي ما قلت لنا انك عايزه تحكمي دولي ان شاء الله، وان شاء الله تحققي يعني. غير التحكيم ان شاء الله، في كورسز بتتاخد اللي في مصر خلاص انا الحمد لله وصلت لدرجه اولى. في بره برضو بتكون الكورس اللي بره بيكونوا بقى اللي هم الدولي، دول الاهم. وطبعا في التدريب فاضل لي اللي هو ليفل 1 ليفل 3 سوري، ده برضو اللي فاضل لي ان شاء الله انا عايزه اخده في التدريب، وان شاء الله يعني اوصل المنتخب كمدربه. طيب احنا معانا تليفون مش هنقول مين بقى، انت قولي الو وخدي التليفون وعرفي مين. الو. الو، صباح الخير. مساء النور. الو. الو، علي صوتك يا يارا. انا سامعه. قولي تعرفي مين على التليفون. هنعلي لك الصوت كمان جوه الاستوديو. الو. الو، صباح الخير. صباح النور. ما عرفتيش مين؟ بابا. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معانا وسعداء بيارا جدا، شيء مشرف وبنحييك، يعني احسنتم من التنشئه الحقيقه. صباح الخير يا كريم، والله البرنامج بتاعك دمه خفيف جدا وانا متابعه، حاجه جميله ومنوع وحاجه جديده في قناه. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق. شكرا لحضرتك. صباح حضرتك على صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. الى اي درجه كانت يارا طفله معذبه لحضرتك ولوالدتك؟ لا والله، يارا مطيعه جدا، ومن 4 سنين انا بدات معاها في لعبه الجمباز. هي لعبه صعبه جدا، بس هي بتبني حاجتين، القوه مع المرونه. هي لعبه صعبه شويه، بس يعني المجال بتاعها ان البنت ممكن تكمل او الولد يكمل الجمباز، وفي لو ربنا وفقه، لو ربنا ما وفقوش ممكن يلعب اي لعبه ثانيه، لعب سباحه، بولي بول، جمبات، ممكن تلعب كرة قدم. هي بتوفر يعني اي امكانيات اي رياضه. رائع جدا. طب استاذ ياسر، كانت يارا بتقول لنا ان نفسها او حلمها الفتره اللي جايه ان هي كمان تحكم دوليا، توصل لهذا المستوى، فحضرتك ازاي هيبقى في دعم من قبل طبعا والدها ووالدتها في هذا القرار اللي هي نفسها فيه؟ تمام، هي اخذت 3 دورات بس مستوى التحكيم او مستوى ثالث، بعدين ثاني وبعدين اول. الخطوه الجايه في دورات بتتعمل انترناشونال خارج مصر، فان شاء الله احنا بنوفر لها اي حاجه، لان المجال بتاع البيتبول مجال جميل جدا. بعد التدريب والتحكيم دي بتبقى كده مدربه متكامله، تقدر تدرب، تعرف تقيم كمان اللاعبات بتاعتها كحكم.
حلو جدا. طيب انا عندي سؤال لحضرتك، وهستغل بقى وجودك معانا كوالد لاحدى البطلات المصريات الاهلاويه اللي احنا بنفتخر بيهم، وعايزه من حضرتك كده رساله لاولياء الامور اللي برضو عندهم فتيات او حتى يعني اولاد صغيرين في مجال الرياضي، ان هم لحد كبير يبقى بيدعموهم، اللي بيخافوا شويه فكره الدراسه، طب هتعطلهم عن شغلهم، طب هتعطلهم عن مستقبلهم، فعايزه رساله من حضرتك. لا بالعكس، مش بتعطل خالص. الرياضه بتعلم الرياضي ازاي ينظم وقته. صحيح. يعني انا ببقى عندي تدريب او عندي بطوله او عندي مذاكره، بيبقى التركيز زياده كويس، في تركيز جامد قوي. انا ممكن اذاكر 3 ساعات كرياضي احسن من 10 ساعات لو انا فاضي. انا بيبقى عندي شحن وقت كبيره جدا وفي فراغ، يعني على مهلي كويس. لكن الرياضه بتعلم الانضباط والتركيز، يعني الساعه للرياضي احسن من ال10 ساعات للراجل العادي اللي هو عنده وقت كتير قوي يعني ما بيستغلوش. طيب، فطبعا الرياضه مهمه جدا، بتعلم تنظيم الوقت كويس قوي، بتعلم التركيز كويس قوي، بتدي ثقه في النفس غير عاديه، ازاي اقدر اتعامل مع الاخرين. فطبعا ده رياضه حاجات كتير جدا جدا. حلو جدا. جميل. تمام، شكرا لحضرتك استاذ ياسر والد يارا، شكرا ليك يا فندم. طب احنا سمعنا من خلال الوالد نصيحته لاولياء الامور والاهالي، عايزين نسمع نصيحتك انت بقى وخصوصا للاطفال الاصغر سنا اللي مستهوياهم الرياضه دي، ايه المميزات اللي فيها وايه الصعوبات اللي فيها؟ تمام، هو المميزات اللي فيها بالنسبه يعني انا هتكلم عن بناتي. اوكي. هي كده كده الرياضه البنات بالذات بيحبوها اكتر، ان هم بيخلي في جسمهم كده يعني ليونه، وكمان يعني مش ليونه بس، كمان بيكون في سنه عضلات القوه. فانا شايفه ان هي اصلا اكتر رياضه بتخلي الجسم مظبوط، يعني مش لما بتكبر او كده ما بتبوظش الجسم او ما بقاش فيه يعني حاجه اثر من الرياضه او من العضلات اللي كانت موجوده، هي بس العضلات دي بتروح وخلاص، الليونه بتاعتي هي بس اللي فاضله، فبتبقى احسن. وكمان بتبقى اللعبه يعني الصعوبه بتاعتها بس بتبقى فيه خطوره شويه. طبعا في ناس بتشوف ان اللعبه الجمباز ان هي لا دي خطر، وان البنت ممكن تنزل تتصاب. اه ده موجود طبعا، بس كل الرياضه كده يعني. بس انت لو خلاص انت مرنتي صح والمهاره دي اتعلمتيها كويس فخلاص تمام. وكمان بيكون في حاجات سيف اكتر يعني ان احنا نتعلم عليها وكده. في حد عندك في العيله تاني او في اسرتك رياضي بيمارس رياضه؟ ليكي اخوات مثلا؟ انا اخويا الكبير كان سباحه بعدين ووتر بولو، وولاد بنات خالتي برضو سباحه لغايه دلوقتي. يعني عيله رياضيه جدا. طب الوالد او الوالده في حد منهم رياضي؟ بابي سباحه برضو. لا مامي ما فيش. طب حلو جدا. طب انت قلتي من شويه في وسط اجابتك يعني على سؤال من الاسئله ان انت بتتطلعي الفترة الجاية إن شاء الله إن أنت تمارسي التحكيم على صعيد دولي، فهل في حاجة معينة أنت لازم تعمليها، ولا هو الموضوع بيمشي لازم تبقى ماشية في تراك معين وبتتصعدي فيه؟ يعني إيه المطلوب عشان نشوفك بتحكمي دوليا الفترة الجاية؟ هو كان المفروض إن أنا باخد الكورسز من أول، يعني في كورس هم في مصر هنا بيعملوه، إن أول حاجة بتكوني درجة تالتة، بعدين على حسب يعني الامتحان اللي إحنا بناخده في اخر الكورس بتطلعي بقى انت يعني يا ليفل 2 يا ليفل 1. تماما وصلت الليفل 1 كده انا اقدر اخد كورس بره، كورس دولي، اعرف بقى اخد برده الامتحان اللي بره عشان اعرف احاكم دولي. وانس اني اخدته كده انا يعني ان شاء الله في اي فرصه ان هم مثلا مسافرين او حاجه اقدر احاكم بره. طبعا المستوى بقى العملي، هل انت رسمه لنفسك عايزه تشتغلي مثلا؟ يعني عرفينا اكتر. ليه ضحكتي يا يارا؟ ده سؤال عادي. ودراستك نويتي على ايه؟ يعني بس هو انا يعني من وانا صغيره نفسي اكتر ان انا ابقى مدربه ومحكمه وان انا اوصل للمنتخب وكده. الدراسه يعني معايا يعني على مش موجوده كده. قلت لك معايا الدراسه موجوده. بس انت لازم في الاخر هتدرسي، فهل اخترتي على الاقل دراسه معينه، مجال معين حابه؟ ما انت على فكره ممكن دراستك ليها علاقه بالتربيه الرياضيه بشكل من الاشكال. هو انا خلاص انا في بزنس، الميجر بتاعي فاينانس، فخلاص انا تمام. اوكي. فاضلك سنه تقريبا على التخرج؟ فاضلي سنتين. السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله. أوكي. يعني لو الدنيا حلوه ممكن يبقوا الاثنين مع بعض، ما عنديش مشكله. ربنا يقدرك يا رب. طب والارتباط يعني؟ لان قالت لك معانا.
يعني شوفوا معانا برضه ده يعني رايح شويه. يارا في اي حاجه تحبي توجهيها مثلا لجمهور الاهلي؟ احنا بنحب دايما ابطالنا يوجهوا رساله في اخر الحوار للجمهور الاهلاويه اللي بيبقى فارقين طبعا معاهم جدا في اي تدريب واي بطوله. وانا كده كده اصلا بحب النادي الاهلي جدا، وتقريبا من ساعه ما دخلت الجمباز وانا ما خرجتش منه، يعني بحس ان هو بيتي التاني اصلا، فيعني حتى ما بعرفش ان انا امشي منه اروح في حته تانية ما بقاش مرتاحه. فعلا بحب النادي جدا، ما بعرفش اخرج منه، هو تقريبا بيتي التاني. جميل جدا، واحنا منتظرين منك بقى المزيد والمزيد ان شاء الله، يعني من التقدم كمان للناشئات الصغيرين باذن الله. نورتينا واسعدتينا يارا ياسر، اللاعبه والمدربه والمحكمه، سعدنا جدا بوجودك معانا. صباح الفل عليك. صباح النور. اتفضل يا فندم. طيب احنا وقتنا مع حضراتكم للاسف الشديد انتهى، بس بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين اظبطوا ساعاتكم على الساعه 10 الصبح، تلاقوا لنا انا ونهاوند طالعين لكم وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.